قصة باختصار ان البنتين كانوا منتظرين ميكروباص خارج في الشارع، يعني في موقف ميكروباصات قريب من الاستاد، وتعرضوا لحادثة ان في عربية نقل مليانة حديد، اثناء اللودر وهو بينقل الحديد وقع جزء من الحديد على رجلين البنتين، حصل بتر. البتر ده بلوني يعني فوق مفصل الانكل. البنت التانية حصل كان اصابتها بسيطة عنها، كسر في عظمة الفخذ، ودي تم تثبيتها. دي صحتي كفيفة، صاحبة في الروحة والجاية. فجت احنا كنا خلاص لما نروح الجامعة، كلمتني قالت لي عليه تعالى انا لسه في الجامعة وعايزك تطلعيني، انا مروحة معاكي. دخلت جبتها، دخلت من بوابة اداب جبتها وطلعنا. واحنا ماشيين احنا بنركب من حد اسمها الدولية عند باب الطب. ساعتها انا كنت ساعة الحادثة بالظبط، عشان كل يتكلم يقول انا كنت بره محطة الجامعة، انا كنت عند البوابة. الوقت ده احنا واقفين انا وفاطمة عند باب الطب بالظبط، سمعت صرخة بتقول حاسبي يا بنتي. دفعت فاطمة بحجة ان هي كفيفة، انا افتكرت عربية اي حاجة، قلت سهل لو جت في فدايت دفعت لفاطمة، لقيت حاجة بتسحبني في الساحة، بعدين مش حسيت بنفسي. ده كله احنا ماشيين في الحرم الجامعي طبعا، مش ماشيين في الشارع زي ما هما كانوا بيقولوا ويتكلموا، احنا ما كنا، ده كله ماشيين في اطار الحرم الجامعي. وبعد كده بقى احنا ماشيين واحنا هنا عند دولية هنا قدام كلية طب تقريبا هنا، لقيت سمعت واحد بيقول حاسبوا يا بنات. وبعد كده بقى لقينا نفسنا خلاص مفيش، الحديد اترمى علينا. والله العظيم انا مستعده اقطع رجلي واوديها لها، لو عايزين اي حته مني انا افديها بعمري، اللي فادتني برجلي انا افديها بعمري وروحي وحياتي كلها وبدعي لها. وانا ان شاء الله عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا هيشفيها. فاطمه كلمت عليا قالت لها تعالي خديني، عليا رجعت لها تاني ودخلت من الجامعه، وكان بتاع الامن مش راضي يدخلها عشان كان هي البوابه الوحيده اللي مفتوحه وكان خلاص كله خروج. فاطمه هي دخلت جابت فاطمه وطلع وقفه عند الموقف عشان يركبوا. المنطقه اصلا ما فيهاش لافته منطقه عمل. هي لو سافرت بره او قعدت هنا العلاج انا شايف اللي هيتاخد مفيش فرق كبير. احتماليه ان هي تعمل لها مفصل صناعي متحرك ده ممكن يكون افضل في الخارج، لو اتعمل لها تكمله لبتر فوق الركبه لو احتاجت، لو استدعى الامر هذا. اما محاوله اعاده تكميل الجزء وزرع جلد للمنطقه اللي تحت الركبه علشان نحافظ على مفصل الركبه، ده اعتقد انه ممكن يتعمل هنا. وامكانيه سفرها سياده رئيس الجامعه قال ان لو في احتياج للسفر لاي سبب هو ما عندوش مشكله ان هو يسفرها ان شاء الله.